التيلورينج، التيلورينج كنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو عبارة عن ان انا بعمل تفصيل او انتقاء لمجموعة من البروسيس، باعتبار ان انا مش هشتغل بكل البروسيس، او حتى لو اشتغل بيها كلها مش هشتغل بكل التولز والتكنيكس، يبقى انا محتاج ان انا اعمل عملية تفصيل شوية، ان انا انتقي، ما اخدش كل شيء. بدأ في الجزء بتاع التيلورينج ده باول حاجة الميثودولوجي، باعتبار ان الميثودولوجي دي تعتبر عملية لانتقاء مثلا حاجات معينة مع بعضها وخلاص انا ارتضيتها دي ان هي تبقى دي المنهجية بتاعتي. لو بتكلم مثلا على تايم سكيدجولينج، مثلا انا عايز اعمل التايم سكيدجول ازاي، هستخدم اني تول؟ الـ PMI مثلا في الجايد ده بيقول ان في تولز كتير، لا انا هستخدم واحدة منهم بس. طيب خلاص حددت ان انا هستخدم الاني تول مثلا للديفاين اكتيفيتيز، طيب هعمل استيميشن للتايم لكل اكتيفيتي ازاي، طب هعمل في الاخر الديفلوب للسكيدجول ازاي، طب هراقبه امتى، والبيريود اللي هراقب كل فتره قد ايه مثلا، او الفريكوانسي بتاعت عمليات المتابعه دي، عمليات الابديت التحديث للجدول الزمني. الكلام ده كله انا محتاج ان انا اعمل التكوين الخاصة بتاعتي، المنهجية بتاعتي، انا هشتغل ازاي، وبالتالي هعمل ميثودولوجي خاصة من عندي. طب هل الكتاب زي ما قلنا قبل كده هل يعتبر ميثودولوجي؟ لا ما يعتبرش، هو في كل حاجة بيحاول ان هو يكون body of knowledge، او زي ما قلنا قبل كده guide to the body of knowledge، ان هو يحاول يجمع على قد ما يقدر معظم البراكتسز اللي موجودة عشان انت تاخدها تعمل تيلورينج منها، تنتقي حاجات منها وتطلع ميثودولوجي معينة. فبدأ يقول تعريف الميثودولوجي ان هي system of practices، نظام من الممارسات والتكنيكس والبروسيجرز والرولز used by those who work in a discipline، في discipline معين زي التايم زي الكوست اي تخصص من التخصصات. وقال ان الموضوع ده بيبين ان الكتاب ما يعتبرش ميثودولوجي، يعني الجايد نفسه اللي احنا شغالين منه ده ما يعتبرش ميثودولوجي. وقال ان الجايد سواء الستاندرد نفسه اللي هو في الاخر او الجايد اللي هو الكتاب الكامل، الاثنين بيعملوا ريكومنديشن لموضوع التيلورينج، الاثنين بيوصوا بينصحوا بان احنا نعمل تيلورينج، ما تاخدش كل شيء لان الموضوع بيختلف من بروجكت لبروجكت. وقال ان الجزء بتاع الريكومنديشن ان انا بقى اعمل توصيات لايه هي الميثودولوجي اللي انت ممكن تعملها، الكلام ده بره الكتاب، الكلام ده outside the scope of this guide، ده بره النطاق بتاع الكتاب ده، يعني احنا مش هندرس الكلام ده في الكتاب ان انا اوصيلك مثلا بمنهجية معينة. وقال ان البروجكت مانجمنت ميثودولوجيز ممكن تكون ان هي تتعمل او تتطور من خلال، تتطور مش مقصود ان هي موجوده زي ما قلنا وهتتطور لحاجه تانية، لا حتى العمل من البدايه ان انا اعملها بتتسمى ديفلوبد، او ان هي تتطور، ان هي تتعمل من خلال الاكسبرتس اللي موجودين جوه المنظمه نفسها، الاكسبرتس اللي في الاورجنايزيشن، او ان هي purchased from vendors، طبعا مش هروح اشتريها مثلا من محل موجود بيبيع الميثودولوجيز مثلا، لا ان انا بعمل هايرنج ل كونسلتنت، الكونسلتنت ده او الاستشاري متخصص في اعمال الميثودولوجيز باعتبار ان هو يبدا يشوف الاندستري اللي انا شغال فيها ايه، وطبيعة الأورجانيزيشن اللي أنا موجود فيها، وطبيعة الناس، وطبيعة النولج والسكيلز اللي عندهم، ويبدأ يقول طيب الميثودولوجي اللي احنا هنعملها هتكون عبارة عن كذا، فالكونسلتنت ده بيجي يدرس ويطلع ميثودولوجي معينة، دي المقصود بيها عملية البرشيزنج. obtained من الاسوسيشن، لو في اسوسيشن او منظمه معينه زي المعاهد العالميه المتخصصه في حاجه زي كده، او acquired من الجفرمنت agencies لو في agency مثلا او هيئات حكوميه وكالات حكوميه بتفرض ان احنا مثلا لازم نشتغل بميثودولوجي معينه، او بتوفر ميثودولوجيز ك يعني توصيه لبعض الميثودولوجيز اللي عايز يشتغل بيها مثلا، فدي ممكن ان احنا ناخدها منها. هو بيحاول في النهايه يقول ان موضوع الريكومنديشن انا مش هعمل لك ريكومنديشن ده بره المنهج، بس انت ممكن انت تعمل او توصل للميثودولوجيز من خلال احد الطرق دي. بعد كده بدا يشرح اكتر يعني توضيحا، وقال الابروبريت بروسيس والانبوتس والتولز والتكنيكس والاوتبوت والفيزز المفروض ان هي تو بي سيلكتد، المفروض ان انا اختارها، ودي عمليه التيلورينج، وهذا ما يعرف بالتيلورينج بروجكت مانجمنت تو ذا بروجكت، ان انا بفصل البروجكت مانجمنت على قدر البروجكت ده، على قد البروجكت ده، البروجكت ده طبيعته ايه، الاندستري بتاعته ايه، الناس اللي موجوده فيه ايه، حجم الاعمال اللي فيه، فبفصل العمليات او البروجكت مانجمنت على البروجكت ده.
والبروجكت مانجر هيعمل الكلام ده بالتعاون مع البروجكت تيم بتاعه او السبونسر ممول لو محتاج ان هو يدخل في بعض البروسيس مثلا المتعلقه بالتمويل او الاورجنايزيشنال مانجمنت. كل الناس دي ممكن ان هو يتعامل معاهم او كوليكشن او كومباينيشن من الناس دي باعتبار ان هو يقدر يعمل تيلورنج للبروجكت مانجمنت بروسيس اللي هو محتاجها. وقال ان التيلورنج ده حاجه طبيعيه وضروريه ومحتاجينها لان البروجكت بيكون يونيك، مفيش مشروع زي التاني، كل مشروع حالته منفصله عن المشروع التاني، وعشان كده مش كل البروسيسز هتصلح لكل المشاريع، مش كل التولز والتكنيكس هتكون صالحه لكل المشاريع، وبالتالي انا محتاج فعلا ان انا اعمل تيلورنج. وقال ان في التيلورينج بيختلف على حسب الليفل بتاع الجوفرنس، يعني بيقول لك وانت بتعمل تيلورينج ممكن يكون عندك جوفرنس حوكمه معينه مفروض عليك من الاورجنايزيشن نفسها، فانت كبروجكت مانجر هتبدا تراجع الجوفرنس مانيوال اللي موجود في المنظمه عندك بيقول ان انا مثلا في بروسيسز معينه لازم ان انا استخدمها ولازم ان انا امشي عليها، فما ينفعش بقى اجي اعمل تيلورينج بره واقول لا انا مش هستخدم، لا، لان الجوفرنس مانوال نفسه بيقول لي لا انت لازم تستخدم ده، احنا بنقول لك هو ده النظام اللي احنا بنتبعه، ان في بروسيسز معينه واليات معينه لازم ان انت تتبعها، ده من خلال الجوفرنس اللي موجود في الاورجنايزيشن نفسها، فبالتالي ما ينفعش ان انا اعمل تيلورنج بعيد عنه، لا لازم يكون وذن الجوفرنس مانوال اللي موجود عندي عشان احقق الريكويرمنتس بتاعت الجوفرنس المطلوبه. و considering the culture of organization، لان طبعا الكالتشر بيختلف، ممكن يكون الكالتشر بتاعت الناس اللي موجوده في الاورجنايزيشن ميولهم مش عاليه قوي تجاه الاوتوميشن مثلا، فبالتالي مش هقدر افرض عليهم مره واحده تشينج كبير او تغيير كبير في ان انت لازم كل حاجه تبقى فولي اوتوميتد، الناس هترتبك وهبقى محتاج بقى ان انا اغير الاورجنايزيشن واشيل الناس اللي فيها واجيب ناس جديده، لا لازم يبقى الموضوع جرادولي، لازم ان هو يكون تدريجي، فعشان كده لازم ادرس الكالتشر بتاعت الناس، الثقافات بتاعتهم او الفهم بتاعهم او السكيلز اللي موجوده كمان. وبرضه بيقول اراعي حته الكاستمر، هل الكاستمر اللي عندي الخاص بالبروجكت ده يعتبر انترنال جوه الاورجنايزيشن ولا اكسترنال؟ لانه لو اكسترنال ممكن هو اساسا يفرض عليا ان انا لا في بروسيس معينه لازم اشتغل بيها او ان في بروسيس لا ما تشتغلش بيها، فبالتالي هيبقى في قيود ثانيه هتنبع من ان الكاستمر ده انترنال ولا اكسترنال. انترنال يعني لو بتكلم مثلا في منظمه وجواها قسمين وقسم بيعمل مشاريع عشان يسلمها للقسم الثاني، بس هما الاثنين في النهايه تحت غطاء واحد في نفس الاورجنايزيشن دي، ده كده يبقى انترنال، لكن اكسترنال انا بعمل البروجكت ده لجهه ثانيه فالموضوع بيكون مختلف. وفي النهايه قال ان الساوند بروجكت مانجمنت ميثودولوجيز او الميثودولوجيز الكويسه يعني بتاخد في اعتبارها اليونيك نيتشر للبروجكتس، الحاله الفريده للمشروع، بحيث ان هي تسمح بالتيلرنج لحد معين، برده ما يبقاش تيلرنج بزياده ان انا اجي اقول لا خلاص انا هرمي نص البروسيس دي انا خلاص دول بالنسبه لي عشان انا مش عارف اعمل البروسيس دي، لا برده لاكستنت معين او لحد معين. وقال ان التيلورينج يعني however the tailoring that is included in the methodology may still require additional tailoring، معنى ان انا لو عملت مثلا methodology وبقت هي دي المنهجيات اللي موجوده في الشركه وكل منهجيه منهم مثلا موجود فيها طريقه معينه زي ما قلنا المنهجيه تبقى ازاي، ان انا ازاي هنفذ مثلا او هعمل الجدول الزمني، فبالتالي المنهجيه دي خلاص بقت موجوده في الشركه، بس جيت اشتغل بيها في بروجكت تاني لقيت ان البروجكت ده ما ينفعش ان انا اشتغل بالمنهجيه دي على بعضها، فهضطر ان انا اعمل تفصيل مره تانيه او اعاده تفصيل للمنهجيه اللي كانت موجوده. فبالتالي بيقول ان التيلورنج ذات انكلودد ان ذا ميثودولوجي مي ستيل ريكواير اديشنال تيلورنج، ان انا اعمل تيلورنج زياده، ان انا هستبعد حاجه من البروسيس، هزود بروسيس معينه بسبب ان المشروع ده مش قادر اطبق في الميثودولوجي، كان بيقول ان انا لازم استخدم تقنيه معينه والتقنيه دي مش موجوده في المكان او في المنطقه النائيه ان انا اللي انا موجود فيها في مكان البروجكت، فمش قادر ان انا اطبق البروجكت او اطبق الميثودولوجي على البروجكت ده، فمضطر ان انا اعمل اعاده تيلورنج مره ثانيه.